وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجهود والانشطه الاستثماريه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واستغلال امكانات المنطقه خاصه موقعها الجغرافي المتميز جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وخلال اجتماع اخر مع الرئيس التنفيذي لشركه ايني الايطاليه للبترول الكلاوديو ديسكالزي وجه السيد الرئيس بتوسيع انشطه وجهود البحث والاستكشاف والانتاج بالتنسيق بين وزاره البترول وشركه ايني الايطاليه بهدف تحقيق استغلال الامثل لموارد مصر الطبيعيه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وذلك في ضوء ما تمثله من مركز اقليمي لتداول وانتاج الطاقه والغاز المسال وهي المكانه التي تزداد اهميه في اطار التطورات العالميه الحاليه المتعلقه بازمه الطاقه وبالنظر الى الفرص الواعده والامكانات التي تزخر بها مصر في هذا المجال من جانبه وجه السيد الرئيس بتوسيع انشطه وجهود البحث والاستكشاف والانتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة واستمرارا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات المشروعات الجاريه لتطوير الموانئ المختلفه على امتداد المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس خاصه موانئ العين السخنه والادبيه وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش لاسيما ما يتعلق بحواجز الامواج ومحطات تداول الحاويات والارصفه والمناطق اللوجستيه والمحطات متعدده الاغراض بها وذلك بالشراكه مع الخبره العالميه والقطاع الخاص كما اطلع السيد الرئيس على الخطه الترويجيه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس بالتعاون مع المؤسسات الدوليه والبنوك الاستثماريه لجذب الاستثمارات فضلا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقه الاقتصاديه خاصه اقامه منصات للصناعات الصغيره والمتوسطه والشركات الناشئه بالاضافه الى مشروعات تموين السفن بالوقود الاخضر وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميليه والمغذيه لتلك المشروعات واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميليه الخاصه بانتاج الطاقه الجديده والمتجدده بما فيها الوقود الأخضر وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها. فضلا عن استغلال امكانات المنطقه خاصه موقعها الجغرافي المتميز في قناه السويس حيث تتوسط اهم الممرات الملاحيه على مستوى العالم مما يوفر فرصا واعده لتصبح مركزا اقليميا وعالميا لمشروعات انتاج الوقود الاخضر لتعظيم العائد منها وترسيخا لمكانه مصر في الاطار العام لانتاج وتداول الطاقه في المنطقه ووجه السيد الرئيس ايضا بتطوير المناطق الصناعيه تحت مظله المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس الى مدن متكامله الجوانب من حيث الخدمات المتنوعه والمجتمعات السكنيه وذلك في اطار توسيع رقعه التنميه الشامله في منطقه القناه واتصالا بتطوير المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس خاصه ما يتعلق بالطرق والمحاور وجه السيد الرئيس بتطوير طريق السويس السخنه وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمه والامان على الطريق من خلال زياده عدد الحارات المروريه وفصل الشاحنات الثقيله عن باقي المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديديه على طول الطريق بالاضافه الى المساهمه في تحقيق اهداف التنميه في تلك المنطقه عن طريق تعزيز كفاءه الربط بين الموانئ والتكامل مع مدينه السويس الجديده وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق